رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح إلى جميع المقدسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من يهوى أبينا وياه يسوع المسيح. أشكر إلهي كلما أتذكركم وأتضرع لكم جميعا بفرح دائما في جميع صلواتي لشركتكم في الإنجيل من أول يوم وإلى الآن، واثقا أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا سيكمله إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفكر هكذا من جهتكم جميعا لأنكم في قلبي وشركائي جميعا في النعمة، سواء في قيودي أو في الدفاع عن الإنجيل وتثبيته. فإن يهوى شاهد لي كيف أشتاق إليكم جميعا بمشاعر يسوع المسيح، وهذا أصليه أن يزداد حبكم أكثر فأكثر بمعرفة وفي كل إدراك، حتى توافقوا على الأمور الممتازة لتكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم يسوع المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد يهوى وحمده. وأريد أن تعلموا أيها الإخوة والأخوات أن أحوالي قد أدت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أنه قد صار معروفا لدى الحرس الإمبراطوري كله ولدى الباقين جميعا أن قيودي إنما هي لأجل المسيح. وأكثر الإخوة والأخوات يجرؤون على التكلم بالكلمة بلا خوف، وهم واثقون في يهوى بسبب قيودي. بعضهم يكرزون بالمسيح عن حسد وخصام، والآخرون برغبة صالحة. هؤلاء عن حب، عالمين أنني عينت للدفاع عن الإنجيل، وأولئك عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى قيودي ضيقا. فماذا إذن؟ مهما يكن، سواء كان ينادى بالمسيح بزريعة أم بحق، فأنا أفرح وسأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا سيؤدي إلى نجاتي بصلاتكم ومعونة روح يسوع المسيح. ووفقا لصدق توقعي ورجائي فلن أفشل في شيء، بل بكل جرأة كما هو الحال دائما، فالآن أيضا يتعظم المسيح في جسمي سواء بالحياة أم بالموت. فالحياة لي هي المسيح والموت ربح، ولكن إن كانت حياتي الجسدية هي ثمر عملي فماذا أختار؟ لست أدري، فإني مضغوط من الجانبين. لي رغبة أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في لحم الجسد ألزم من أجلكم. ولثقتي بهذا أعلم أني سأبقى مقيما معكم جميعا لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد بسبب افتخاركم بالمسيح يسوع بحضوري بينكم من جديد. عيشوا كما يليق فقط بإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو بقيت غائبا أسمع أخباركم، وأنتم ثابتون في روح واحد وبنفس واحدة تجاهدون معا لإيمان الإنجيل، غير مرتعبين في شيء من مقاوميكم، فهذا علامة على هلاكهم وعلى خلاصكم، وذلك من يهوى، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، مشاركون في الصراع عينه الذي رأيتموه في والآن تسمعونه عني. فما دام هناك تشجيع في المسيح وتعزية في الحب وشركة في الروح ومودة وتعاطف، فتمموا فرحي بأن يكون لكم رأي واحد ولكم حب واحد بنفس واحدة، مفكرين في ذات الأمر لا بطموح أناني أو غرور باطل، بل بتواضع حاسبين الآخرين أفضل من أنفسكم. لا تنظروا كل واحد إلى مصلحته، بل إلى مصالح الآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر مثلما في المسيح يسوع الذي وهو الكائن في هيئة يهوى لم يحسب كونه معادلا ليهوى غنيمة، فأخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شكل البشر، وإذ ظهر كإنسان اتضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه يهوى أيضا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تكثو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، وليعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو يهوى لمجد يهوى الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم دائما ليس في حضوري فقط ولكن بالأولى في غيابي، اسعوا لتحقيق خلاصكم بخوف ورعدة، لأن يهوى هو الذي ينشئ فيكم الإرادة والعمل لأجل مرضاته. افعلوا كل شيء بلا تذمر ولا جدال، لكي تكونوا بلا لوم أبرياء أولادا ليهوى بلا عيب في وسط جيل منحرف فاسد، تضيئون بينهم كأنوار في العالم.
متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، حتى لو سفك دمي سكيبا فوق ذبيحة وخدمة إيمانكم، فإني أفرح وأبتهج معكم جميعا، هكذا أيضا أنتم افرحوا وابتهجوا معي. على أني أرجو من ياه يسوع أن أرسل تيموثاوس إليكم سريعا لكي تطيب نفسي بمعرفة أحوالكم، فليس عندي أحد غيره مثلي يهتم بأحوالكم بإخلاص، فالجميع يطلبون ما لأنفسهم لا ما ليسوع المسيح. وأما عن اختباره فأنتم تعرفون أنه خدم معي لأجل الإنجيل كولد يعاون أباه، فأرجو أن أرسله أول ما يتبين لي كيف ستجري أحوالي. وأثق في يهوه أني أيضا سآتي إليكم سريعا، لكني رأيت من الضروري أن أرسل إليكم أبيفروديتس أخي العامل والمتجند معي ورسولكم لي خادما لحاجتي، إذ كان مشتاقا إليكم جميعا ومغموما لسماعكم بمرضه، فقد مرض حتى أشرف على الموت، لكن يهوه رحمه، وليس وحده بل إياي أيضا لئلا يصيبني حزن على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في يهوه بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه قارب الموت مخاطرا بنفسه من أجل عمل المسيح يسد ما نقص من خدمتكم لي. وبعد، يا إخوتي وأخواتي افرحوا في يهوه، لا يزعجني أن أكتب إليكم بالأمور نفسها، فإن ذلك يجعلكم في مأمن. احذروا من الكلاب، احذروا من فعلة الشر، احذروا من المشوهين، لأننا أهل الختان، نحن الذين نعبد يهوه بالروح ونفتخر بالمسيح يسوع، ولا نثق في الأمور الجسدية، مع أن لي أن أثق في الأمور الجسدية أيضا. فإن ظن آخر أن يثق في أمور الجسد فأنا أولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة التوراة فريسي، من جهة الغيرة مضطهد للكنيسة، ومن جهة تبرير التوراة بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من أجل المسيح، بل أني أعتبر كل شيء أيضا خسارة من أجل امتياز معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل شيء، معتبره نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري القائم على التوراة، بل بإيمان من المسيح بر يهوه بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أنال قيامة الأموات. ليس لأني قد نلت شيئا أو صرت كاملا، ولكني أسعى لاقتناء هذا الذي قناني لأجله يسوع المسيح. أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أعتبر نفسي قد نلت شيئا، ولكني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى الأمام، أسعى نحو الهدف لأجل جائزة دعوة يهوه العليا في المسيح يسوع. فليفكر جميع البالغين منا هكذا، وإن افتكرتم شيئا خلافه فسيعلنه يهوه لكم أيضا. رغم هذا وعلى قدر ما نلنا، لنواصل السير على نفس المنهج والفكر. كونوا جميعا مقتدين بي أيها الإخوة والأخوات، ولاحظوا الذين يسلكون مثلنا، لأن كثيرين ممن يسلكون بينكم قد ذكرتهم لكم مرارا، والآن أذكرهم باكيا، لأنهم أعداء صليب المسيح، فمصيرهم الهلاك، إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، حيث يفكرون في الأرضيات، أما نحن فوطننا من السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصنا إياه يسوع المسيح، الذي سيحول جسمنا المتواضع إلى شكل جسمه المجيد، وفقا لعمل قدرته أن يخضع لذاته كل شيء. إذن يا إخوتي وأخواتي الأحباء المشتاق إليهم، يا فرحي وتاجي، هكذا إثبتوا في يهوه أحبائي. أحس أفودية وسنتيخي أن تتفق فكريا في يهوه. نعم، وأسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص أن تساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع إكليمندس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم في كتاب الحياة. افرحوا في يهوه دائما، وسأقولها ثانية، افرحوا، لتكن رقتكم معروفة لكل البشر، إن يهوه قريب. لا تقلقوا من شيء، بل لتكن طلباتكم في كل أمر معروفة لدى يهوه بالصلاة والدعاء مع الشكر،
وسلام يهوى الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، اشغلوا أفكاركم بكل ما هو حق، بكل ما هو جليل، بكل ما هو عادل، بكل ما هو طاهر، بكل ما هو مستحب، بكل ما صيته حسن، كل فضيلة أو ما يستحق مدحا، وفعلوا ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت جدا في يهوى لأنكم الآن قد جددتم اهتمامكم بي مرة أخرى، مع أنه كان لكم هذا الاهتمام فإن الفرصة لم تتيسر لكم من قبل. أتكلم ليس عن احتياج، فقد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا عليه، أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أعيش في وفرة في كل شيء وفي جميع الأحوال. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أعيش في وفرة أو في احتياج. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكنكم فعلتم حسنا إذ شاركتموني ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبينيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. وفي تسالونيكي أيضا أرسلتم احتياجي مرة ومرتين، وأنا لا أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاسر لحسابكم. الآن عندي كل ما يسد حاجتي ويزيد عنها. أنا في وفرة إذ قبلت من أبفروديتوس عطاياكم عطر رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند يهوى. فليملأ إلهي كل احتياجكم وفقا لغناه في المجد في المسيح يسوع، ولإلهنا وأبينا المجد إلى أبد الآبدين، آمين. سلموا على كل مقدس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة والأخوات الذين معي، يسلم عليكم جميع المقدسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ياه يسوع المسيح مع روحكم، آمين.